فوكس. فوكس أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة أفهم. أهلا ومرحبا بكم في أول عدد من فوكس في البرمجة الشرطية الجديدة على الحياة أفهم. اليوم موضوعنا هو الانقطاع المدرسي والأمية في ولاية القيروان، رغم أنه الدولة التونسية راهنت على التعليم وصرفت برشا باش يكون فما مجانية في التعليم وأنه كافة التلاميذ يلتحقوا بالمدارس والمؤسسات التربوية، إلا أنه مازال فما نسب في التسرب المدرسي مرتفعة في عديد الجهات وأهمها ولاية القروان اللي تسجل أعلى نسبة وطنيا في التسرب المدرسي اللي تبلغ 5.8%. في القروان 1682 تلميذ انقطعوا عن المدارس الابتدائية في العام الدراسي 2018-2019، ونلقوا في الثانوي في المقابل 2326 تلميذ انقطعوا عن الدراسة. عدد السكان في ولاية القيروان يبلغ حوالي 600,000 ساكن. 600,000 ساكن موجودين في المدن وفي الأرياف اللي تمثل 75% من حجم الولاية. 75% من ولاية القيروان هي أرياف. تبلغ الأمية في القروان 29.6% وهي تحتل المرتبة الثالثة وطنياً وهي نسبة مرتفعة. عام 2021 يبلغ عدد التلاميذ 130,000 في القيروان، يتوزعوا على 393 مؤسسة تربوية، منهم 76,000 تلميذ في التعليم الابتدائي و 54,000 ما بين الإعدادي والثانوي. معتمدية بوحاجلة والعلاء والسبيخة تسجل أعلى نسب أمية في الولاية باعتبارها معتمديات ريفية. بوحاجلة مثلا يوجد فيها 46% نسبة أمية، جي بعدها العلاء 40% وبعدها السبيخة. في القيروان الشمالية بلغ نسبة الالتحاق بالتعليم العالي 43%، يعني أكثر من النصف من الشباب ما يلتحقوش بالتعليم العالي في معتمدية القيروان الشمالية، وهو رقم أو نسبة مرتفعة. 50% هي نسبة الأمية في صفوف النساء في أغلب معتمديات ولاية القيروان، يعني نصف النساء ما همش متعلمين في معتمديات ولاية القيروان. ارتفاع نسبة الأمية في القروان ترجع لزوز أسباب اللي هي الانقطاع المدرسي وعدم الالتحاق بالمدرسة، يعني ما مشيش جملة التلاميذ ما مشيتش بالكل تقرأ. القروان تسجل ضعف في نسبة التمدرس، حيث أنه 89% من الأطفال في سن 6 سنوات يلتحقوا بالدراسة في معتمدية بوحاجلة، يعني 11% في سن الدراسة ما يدخلوش المدرسة. تبلغ نسبة التمدرس في الشراردة 91%، يعني 9% عمرهم 6 سنين وجاء وقت باش يدخلوا يقرأوا وما يدخلوش. وتبلغ النسبة هذه 86% في السبيخة، أيضا هي نسبة تسمى في وقتنا هذا في القرن 21 تسمى نسبة منخفضة. في الأعوام الأخيرة الماضية تراجعت صورة التعليم كمصعد اجتماعي بشكل كبير، وما عادش ننظروا للتعليم كوسيلة باش نحققوا حياة كريمة، باش نحققوا إمكانيات، باش نوفروا السبل متاع العيش الكريم. هذاك علاش برشا ما عادش يرهنوا على التعليم وما عادش يعطيه أهمية، عكس ما صار في دولة بعد الاستقلال وقت اللي بورقيبة عطى أهمية كبيرة للتعليم ومجانية التعليم. إخفاق المدرسي، عدم الالتحاق، زاد أيضا الظاهرة هذه زادت في الأعوام الفارطة. نرجع للأمية اللي هي في علاقة بالتسرب المدرسي وفي علاقة أيضا بعدم الالتحاق، علاقة مباشرة، علاقة سببية. يعود ارتفاع نسبة الأمية في القروان إلى الطابع الريفي للولاية، إلى التسرب المدرسي، إلى الفقر. هذه كلها عوامل تؤدي إلى الانقطاع المدرسي. أيضا من الظواهر اللي تؤدي إلى الانقطاع المدرسي هي الفلاحة الموسمية. في الوقت الفلاحة الموسمية العديد من التلاميذ ينقطعوا عن الدراسة باش يخدموا في الفلفل، في جني الفلفل، جني الزيتون، جني المشماش، أي نشاط أو إنتاج موسمي للفلاحة يرافقوا انقطاع مدرسي في عديد معتمديات أو مناطق ريفية في ولاية القروان. أيضا من الأسباب اللي تؤدي إلى التسرب المدرسي إغلاق المبيتات في عديد من الإعداديات والمعاهد، وهذا يطرح مشكل البنية التحتية في المؤسسات التربوية في ولاية القيروان اللي تردت بشكل كبير في الأعوام الماضية. احنا اليوم في فوكس حاولنا نحكي على ظاهرة التسرب المدرسي ونعطيه ونسبه أرقام باش نسلطوا الضوء على الظاهرة الخطيرة هذه ونحاولوا نشوفوا علاش ونعالجوها ونحاولوا نتفاداوها. إن شاء الله نكونوا قدمنا لكم الإفادة في برامجنا في على الحياة فيما نجمو نحكيه بأكثر عمق وتحليل في المواضيع هذه. سمية حمدي كنت معكم في الأعداد وتقديم، توجهكم تحية، ورافقني زميلي محمد بيا فجرية في الإخراج. نتلقاه إن شاء الله غدوة في موضوع جديد. بايزة. فوكس. فوكس أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة أفهم.